أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أخبار زواجها من حسام حبيب للمرة الثالثة، تسجيل صوتي يكشف المستور. يا حبيبي كل حال. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وجهت فيه رسالة بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب. وفي التفاصيل، نشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو على حسابها الجديد عبر منصة إكس، قالت فيه: جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني قوي. جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبكم ليا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني قوي. وتصدر الفيديو للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، وأشار العديد من المتابعين إلى أن شيرين بدت بحالة نفسية مطمئنة بشكل كبير، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: وإحنا نحبك أكتر والله العظيم، ومنتظرينك بفارغ الصبر. وكان قد انتشر خبر زواج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الفنان المصري حسام حبيب للمرة الثالثة بعد عدة خلافات، كان أبرزها الخلاف الأخير الذي وقع بينهما داخل الاستوديو. وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربينيتا المهتمة بأخبار المشاهير خبر عودة شيرين لحسام، فقالت في منشور لها على إنستغرام: وفقاً لمصادر الخاصة، فقد عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسمياً إلى زوجها حسام حبيب بعيداً عن الإعلان الرسمي لوسائل الإعلام العربية. وأكدت المصادر أن عقد القران تم قبل عدة أيام في الشقة التي يمتلكها الثنائي معاً، وهي نفس الشقة التي شهدت سابقاً تحطيم شيرين لاستوديو التسجيل الخاص بهما. برضو؟ برضو حسام؟ أنا أخذ مراتي والله. وأضافت الصفحة: يأتي هذا الزواج بعد سلسلة من المشاكل والخلافات التي عصفت بالعلاقة بينهما، حيث تسببت التوترات المستمرة في انفصالهما لفترة. ومع ذلك، قرر الثنائي إجراء مراسم عقد القران في إطار خاص ودون ضجة إعلامية، ويعتبر هذا التطور خطوة مفاجئة بالنظر إلى التخبطات التي مرت بها علاقتهما في الآونة الأخيرة. ده كان غضب وشكوى. لا، هي بقى دي شيرين ممكن تفوز الخناقه وتتنكد، فهي حاسه ان هي قاعده وسط اهلها وسط اصحابها. وقبل ايام كشف الطبيب المصري نبيل عبد المقصود، استاذ السموم والادمان، تفاصيل الحاله الصحيه للفنانه شيرين عبد الوهاب، والتي اصبحت تقيم لديه في منزله رفقه اسرته بعد ازمتها الاخيره مع طليقها حسام حبيب التي وصلت بينهما لاقسام الشرطه.